اللي شدني اكثر هو الشاب بتاع مجاز الباب، بجد قدام كنيسيه قاعده تدمر قدامه في وسط البلاد، وحلمته يبدا يرقى في الحواجز الكبرى اللي هي فوق 600 وفوق 700، كي تقابل مندوب معناتها يعطيك احباط، كي تقابل معتمد يعطيك احباط، الناس هذوما كل معناتها عنده مشاغل اخرى، حتى المندوب الثقافي عنده مشاغل غير حلمه ثقافيه بتاع شاب في معتمديه صغيره من البلاد. فالوقت هذا وقت صعيب ياسر، معناتها بين الحلمه وبين الفضاء الترفيه ولا بين المشروع اللي انت تحلم به والطريق اللي بينك وبينه باش توصلوا، هذا اصعب واحد. انا صديقنا في بنزرت يظهر لي في مرحله متقدمه وفي مرحله بتاع تحقيق الذات، وصل بالامكانيات الصغيره، وهذه هذا قدرنا في الاخر بعد المشاريع هذه. الاراده الحكوميه واراده الدوله ضعيفه ياسر فيها، امكانيات الدوله ضعيفه ياسر فيها قدام الحلم. المراحل اللي تعدوا بها ثلاثه مختلفين، معناتها بين مجاز الباب وبين كيف وبين معناتها مشروع وبين بنزرت، ثلاثه مراحل مختلفه، معناتها مشروع تجربين قلب ولا مهرجان تجربين كاينه، المشروع بنزرت قاعد يتحقق وقاعد يقدم وقاعد يفرض في روحه على الساحه الوطنيه وفي بنزرت، معناتها دوتون بلوس في بنزرت معناتها ولات حاجه اكيده للشباب اللي راهو لوجيستيك. وهذا الشيء اللي يقول ان البادره هذه الخاصه بصفه عامه نحن في حاجه لها. وبعد ما نحكيو على القياده. يعطيك الصحه سي الحبيب. الناس تليلي الكلام باش نقولوا في نفس المعنى اللي كان يقول فيه سي الحبيب، هما فما ثلاثه مراحل احنا شفناهم وثلاثه تواجهات مختلفه، لكن صديقنا اللي في مجاز الباب يعني انه مازال في العثرات الاولى في الخطوات الاولى، لكن المهم انه مبادره كيما مبادره الماجستيك اللي هي هو صحيح تويكا في فتره المتعه كما قال سي حبيب قاعد يشوف في ولده كما قال هو قاعد يكبر، لكن نعرفوا مليح احنا عندنا فكره صديقنا ضياء وعندنا فكره شنو هو العراقيل زاد تعمل له وشكون زاد الناس اللي عاونته بالموارد اللي عندها معناها. لكن المشكله انه يعني في اطار دوله تحترم نفسها كي راهو مبادرات كما الشاب هذاك مجاز الباب من يعني المنطقي يقول انه لازم كل الجهود كلها تتكاتف من اجل المشروع هذا ينجح، خاطر مجاز الباب زاد في تاريخ تونس مهمه برشا، ومش معقول انه نشوفوا الاثار معناها انه الشباب اللي هما غدوه قاعدين يدافعوا على تاريخ البارح وتويكا الحاضر مش قاعد يعمل حتى شيء، هذا حاجه مخطره ياسر. ورينا برشا مبادرات من شباب معناها دافعوا على اثار ودافعوا على 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 عادات او على افكار يتهز البلاد القدام يتخلي الناس شويه عندها شويه امل في هالظرف الصعيب اللي نعيشوا فيه، لكن خساره وخساره انه المسؤولين مش في البلايص كل الحمد لله معناها فما دي كاغار، لكن المسؤولين والكبارات زاد كيما نقولوا في مجال الثقافي والفني زاد مش كلهم قاعدين يساعدوا في المبادرات هذوما وقاعدين يحطوا في شويه ضوء على الثنين. والحسن الحظ انه فما كعبات اللي قاعدين يعملوا في الاكسبسيون وهذوك مكبشين فيهم الكل معناها ديما نشدوا فيهم ما مش خاطروا قدامي مثلا سي الحبيب متاكده انه 20,000 واحد مبادره في اي بلاصه في تونس يهز تليفون يكلموا معناها ويعاون وفما كيفو، مي مالوغوزمون اون اوغي بيان ايمان والعباد الكل تكون هكايا معناها يد واحده بالحق.